رأيك ايه في نتكلم كوره شويه معاك، ناخد رأيك في فرقه الاهلي دلوقتي، الاختلاف بين الجيل ده والجيل اللي انت كنت بتلعب فيه مع النادي الاهلي. لا هو الاختلاف احمد كلي، يعني انت بتتكلم الكره اتغيرت كتير كتير. اولا احنا يمكن في الوقت ده كان ناس كتير دايما، يعني حتى اهلاويه، يعني انا بتكلم على اهلاويه يعني ما يهمناش الاراء التانيه، دايما بيحب يقارن ويقول لك الجيل ده احسن من الجيل ده، المدير الفني ده والمدير الفني ده. ف طب احنا لحد دلوقتي كنا بنتكلم على مستر مانو جوزي، يعني لحد دلوقتي ما حدش يقدر ينساه. صح طبعا. شخصيه قويه جدا بره الملعب، عينيه كويسه جدا يعني تغييراته. هو الاهلي جاب مدربين يعني ما حد يعني ممكن عشان الجيل دلوقتي اللي بيشجع دلوقتي ما يكونش مثلا سمع عن حد اسمه ديتريتش فايتسا. تمام. ده واحد من الناس اللي عملت نقله للكره المصريه كلها مش بس الاهلي. تمام. تسوبل، هولمان جه فتره من فترات برضه، يعني الاهلي طول عمره الحقيقه بيجيب مدربين كبار. يعني انا يمكن افضل، يعني مش هقدر اقول افضلهم، لكن جوزيه هو اللي غير طريقه اللعب. يعني انت الناس كلها كانت بتلعب 3 5 2، فالفتره اللي رحنا أنا فيها آسف بس عشان ما انساش برضو، حد يقول لي ازاي تنسى هيديكوتي؟ أنا ما شفتوش يعني أسمع إنه واحد من أساطير التدريب في طبعا. الأهلي، بس يعني كل ناس بتقول كلنا هيديكوتي طبعا واحد من أساطير تمام. التدريب في الأهلي. هو اللي غير طريقه اللعب. فانت عارف انت لما يبقى ليك سيستم معين 3 5 2 يغيرها ل 4 4 2 ويعلمك ازاي الشق الدفاعي والشق الهجومي. طبعا ما كانش ولا حد في مصر يعني يعرف الطريقه دي، وكانت بدايتها ماتش ريال مدريد. فانت بتطبق طريقه جديده وفكر جديد ولعيبه جديده مع فرقه، يعني انت بتتكلم على نجوم العالم. ايوه. فيجو، زيدان، روبرتو كارلوس، راؤول جونزاليس، هيرو، مكمنة من جيرمي. أيوه. لا فرقه مين يعني، مين كان بيلعب عندك في الحته بتاعتك؟ كان فيجو، كان هو في الوقت لويس ده فيجو. كان طبعا في الوقت ده كان اغلى لعيب في العالم طبعا. ايوه. وكان وراه الباك رايت اللي هو جايب قصه شبه قصتك برضو يعني يا شويه يعني مقاربه بعيد لبعيد. وكان الباك رايت كان هو كابتن المنتخب الكاميروني اللي هو جيرمي. يعني حاجه جبهه تقيله جدا، جبهه تقيله. لا انت احنا قعدنا في يعني انت وانت نازل الملعب والملعب مليان كده وبتلعب ريال مدريد بالجالاكتيكوس، يعني تتكلم على منتخب العالم في الوقت صحيح ده، صحيح. كان احساسك ايه ومشاعرك ايه، وكنت حاسس ان احنا نازلين فعلا نكسب ولا نازلين نلعب مباراه يعني تبسط جمهور الاهلي وخلاص، يعني مش مطالبين بالنتيجه؟ لا بالعكس، انت يعني الراجل وصل لنا واحنا في البرتغال ان انت كل ما بتعمل انجاز بيتحسب لك. النادي الاهلي ده عمل الماتش ده كانه بطوله، وفعلا اتحسب كانه بطوله. انت بتلعب نادي كبير، بتلعب نجوم. اظن ان يعني احنا دلوقتي بنقول ميسي، نقول امبابي، يعني بنجيب اسماء كده من بعيد، لكن انت بتتكلم على جيل متكامل. استاذ احمد كله نجوم. فالماتش طبعا محسوب، الملعب مقفول. احنا واحنا في الاول تقريبا اول 10 دقائق كده مش كوره في التسخين، وقفنا نتفرج بس. أيوة. على زيدان وكرس، والله دي حقيقه. أيوة. من تقريبا من على ال 18 بيحطوا كوره في الاي من فوق. تخيل الجمهور كله بيتابع، مثلا ده يحط واحده وده يحط واحده، ده يحط. فانت يعني انت ايه التركيز وايه السهوله والبرستيج. لا بتلعب ناس طبعا على اعلى مستوى. فانت دخلنا في المباراه بسرعه، يعني انت كنا محضرين بشكل كويس، محفظنا. يعني حتى هو مستر مانويل بيقول لي فيجو، انت عارف ان هو عنده ممكن يعمل مثلا بتاع حوالي 7 8 سيزر في دقيقه. فيقول لي انت لازم عينيك على الكوره مش رجليك على رجل اللعيب، لان هو سريع جدا في الحركه دي. لازم فبيحفظ اللعيبه. فماتش من الماتشات اللي عمرها ما تتنسى طبعا. اكيد.